يلا يا ابني يلا حبيبي عشان تاخد الدواء. حاضر يا ماما، هاخده بعد شويه. بعد شويه ايه؟ خده قدامي دلوقتي يا ماما. حاضر، هاخده بعد شويه. ليه يعني؟ بتعمل ايه؟ بتذاكر؟ لا. امال بتعمل ايه؟ بكتب اللي حصل معايا على الفيسبوك. يحرق الفيسبوك واللي عمل الفيسبوك يا ابني، هتودينا لفين يا ابني كده؟ هتودينا في داهيه يا ماما. ما لازم الناس تعرف اللي حصل. الناس عارفه، كلنا عارفين. عارفين وساكتين. هذا اللي هو دي حكمته. يعني هنعمل ايه؟ وبعدين يعني انت اللي هتقدم ولا هتاخر؟ انت بس هتجيب لنا المشاكل. يعني طلعت في الاخر انا اللي غلطان؟ ايوه انت غلطان، ولازم تهدى شويه. حد يكلم رئيس المباحث كده راس براس؟ عشان كده بياخدوك. اه راس براس يا ابني. ما ينفعش، ربنا ما خلقناش زي بعض، ده نصيب يا ابني. لا يا ماما، ربنا خلقنا زي بعض وده مش نصيب، ده ضعف. ابويا الله يرحمه علمني ان انا ما بقاش ضعيف. طب ورحمه ابوك وغلاوه امك؟ النبي انا مش ناقصه يا ابني، انا ماليش غيرك، انا واحده نيه في الدنيا، مش هقدر استعمل تاني. يا ماما يا ماما، بس من النبي ما تعيطيش. طيب خلاص بقى والنبي، انت عارفه ان انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. وبعدين بقى قولي لي، انت لسه بترمي زباله قدام بيت ام مجدي؟ اه. اه بتعترف كده؟ ما هي بترمي زباله قدام بيت. خلاص يا ماما، طيب انا هروح الم الزباله وهرميها قدام بيت ام مجدي. لا، او انت عايزاني اروح ارمي كل حاجه قدام بيت ام مجدي؟ اه لا، مش هعمل كده. دي ولا ابو زقاط. ايه بقول لك ايه يا اخويا؟ قولي يا نور عين اخوكي، يا روح قلب اخوكي. اصل اشرف كان عايزنا ننزل بعد بكره ننقي النجف والسجاد، يعني بيقول لي في معرض وعاملين تخفيضات. وماله يا حبيبتي، انزلي نقي اللي انت عايزاه يا نور، ولا يهمك يا روحي. وكمان كنا عايزين نروح عند النجار، يعني علشان ننقي من الكتالوج ونديله عربون وكده. بس كده؟ ولا يهمك يا نور، انزلي يا حبيبتي اختاري كل اللي انت عايزاه، وانا هجيبهولك من تحت الارض لو عايزه. ربنا يخليك ليا يا اخويا. يا رب. سلام يا بنت نورة، ده انت هتبقي احلى عروسه في الدنيا دي كلها. شكله ابي هيتعب يصعب من الفرح. تقول حاجه يا ابراهيم؟ لا يا ماما، بقول ده انا مستني الفرح بفروغ الصبر. بس كده نار نور. تقعد يا مقطف، انت مش عارف ان العمرانيه ديت ليها رجالتها اللي مسيطرين عليها؟ وانا اعمل ايه بس يا عم محمود؟ الله، أنا قلت أروح أشوف أكل عيشي بعيد عن المعلم شحاتة ورجالته. وديك شفت اللي أسخم من المعلم شحاتة ورجالته، بتصرف إزاي دلوقتي؟ بتصرف إيه يا محمود؟ أما أنا جاي لك ليه؟ لا يا حبيبي، أنت لما سبت المنطقة ورحت منطقة تانية، ما خدتش شرطي، اتصرفت من دماغك، جاي لي دلوقتي أساعدك؟ ما تقطمنيش بقى يا عم محمود والله. غلطة مش هتتكرر تاني، بس أنت عارف إن البضاعة دي فيها شقة عمري كله، ده أنا حتى مبيع الأولاد سبتها. بص يا عد، انت عارف ان المشكله بتاعتك لو كانت مع حد من التجار اللي هناك كنا لقينا لها حل. قول لي ازاي؟ ازاي كنا شفنا حد كبير من المنطقه يقدر ياثر عليهم، ليه كلمه يعني. انما المشكله ان هم بلغوا عنك، والحكومه جت خدت العربيه والبضاعه، ملهاش حل دي. يعني انت هتغلب على محوده؟ امال مسمينك حوده سيطره ليه؟ ايوه يا سيدي، حوده سيطره، عم الجدعانه في كل حاجه ما عدا حاجه واحده، الحكومه. بس برضه ما تقلقش يا ليها حل. بقول لك ايه؟ وانت ما تعرفش اي حد في الاسم كده يعني نعرقه يحل لك المشكله والحوار ده؟ يا ريت. رحت هناك لقيت اسمه طاست، لقيت الواد بتاع البوفيه قال لي ان الظابط اللي ماسك الموضوع ده رخم قوي، ملوش في السكه دي. رخم قوي، اسمه ايه؟ الواد بتاع البوفيه؟ لا 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 لا، بقول لك ايه يا مسعد، انا اللي هبلغ عنك، الظابط اسمه ايه؟ اه الظابط. اه الواد كان داري اسمه في ورقه. ايه؟ اسمه سليم الانصاري. يا سليم الانصاري، ايه تعرفه؟ قول لا اله الا الله يا ياض. لا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. انت امك ده عيالك يا ياض، من بكره الصبح هناخد بعضنا ونطلع على الاسم، وباذنك يا رب الموضوع ده كله مقضي. ونبع من حوده؟ عيب عليك يا ياض، حوده سيطره، عم الجدعانه لما يقول حاجه ضبه ومفتاح خلصت. لا مش القصد يا عمنا والله، الفكره بس ان المعلومات اللي عرفتها عن الظابط ده ما تطمنش، عرفت انه نزل كده وقامت في نفسه وحمي. لا 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 لا، ما تصدقش الكلام دوت. سليم الانصاري ده رجوله وحبيبي ومعرفه قديمه، باذنك يا رب لما نروح له بكره هيعمل لي خاطر وهتبقى مقضيه. حبيبك؟ حبيبك ازاي يا عمنا؟ انت من امتى يعني بتصاحب ظباط؟ من 5 سنين كده،
كنت بطلت الشمال ومشيت في سكة الحلال، بس الحكومة كان ليها رأي تاني. كبست عليا في البيت الفجر، قعدت أقول لهم يا جدعان أنا مظلوم أنا بريء، ما حدش صدقني خالص. كان ساعتها سليم الأنصاري ده ضابط صغير، هو الوحيد اللي صدقني وفضل يتطقس على الحقيقة لحد ما خدت براءة. عارف يا قد، لو ما كانش سليم الأنصاري ده ظهر وساعدني كان زماني فين دلوقتي؟ فين؟ في السجن. ومن ساعتها كده يعني من وقت للتاني بدق له على التليفون اطمن عليه، بس ما كنتش عارف يعني ان هو اتنقل للعمرانيه. لا ده لسه بنقوله قريب. مش انا قلت لك في اول كلامنا ان انت امك دعيالك؟ باذنك يا رب هنطلع على الصبح وهتلاقيها مقضيه وهنرجع مجبورين الخاطر. وانت مالك انت، انا بعتك ولا بعت غيرك؟ انت من امتى بتتدخل في اللي مالكش فيه؟ انت اتهبلت ولا نسيت نفسك ولا ايه؟ العفو يا باشا، بس من ساعه الحادثه اياه وانت ركنتنا على الرف انا وشعبان وبتبعت الطقم التاني، فخفت بس تكون زعلان مننا ولا حاجه. انا ماليش في شغل النسوان ده وانت عارف كويس قوي. بقى روح امك ما اسمهاش زعلان منك، اسمها غضبان عليك. لا مؤاخذه يا باشا، ما اقصدش. لما اغضب عليك يا سمير هتعرف، وفي وقتها. وانا ما اقدرش اغضب سعادتك، امال ايه بس الحكايه؟ ولو ان الموضوع ما يخصكش، بس انا احكي لك. سليمان عرام كلمني وقال لي ان الضابط اللي خرشمك بيناخر ورانا. مش انت نقلته؟ صحيح، بس مبلغ كل زمايله ان لو ظهرتوا انتوا او العربيه يبلغوه. طب وسليمان عرف منين؟ سليمان عرام مسيطر في مكانه، مش خايب زيك. شفت سعادتك؟ كان عندي حق في حوار الضابط ده، ان احنا مش لازم نسيبه، لازم نجيب راسه الارض. تسخنيش يا سمير، وكفايه ان انا سايبك تسرح وراه العيل بتاعك ده، وقلت لنفسي ما يضرش خليهم يلعبوا. لا يا ريس، انا حاطط عيني عليه بس، لكن ما كنتش هعمل حاجه غير لما ارجع لسعادتك. كذاب يا سمير، شغل العيال ده توقفه حالا دلوقتي قبل ما الراجل ياخد باله. يعني هنسيبه كده بعد اللي عمله معانا ده؟ قلت لك ما تسخنيش، بلاش لو. وبعدين انا مش مستنيك يعني عشان احط الراجل في دماغي. بجد يا باشا؟ والله انا كنت ناوي اكتفي بنقله، ووقف الله المؤمنين شر القتال، بس طالما هو مصمم يجر شكلنا يبقى هو اللي جناح على نفسه. يعني مش غريبه يا طارق بان كل الحملات اللي نزلت تجيب تايسون ورجعت فاضي يكون فيها زناتي؟ طبيعي يكون موجود. هو زناتي ده مش شغال امين شرطه عندنا؟ انا مش فاهم انت عايز ايه. وبعدين احنا عندنا كام امين شرطه في القسم اصلا؟ ده كلهم اتعدوا على صوابع الايد الواحده. العد غنمك يا جحا. فيش مره تعبان؟ عيان؟ اجازه؟ بقولك يا سليم، طلع بقى زناتي من دماغك. الراجل ده مضايقك في ايه؟ الراجل ده شغال معايا بقاله سنين ما شفتش منه حاجه وحشه. ده شكله كده جه عيط لك مش كده؟ جه عيط لي. خف على الراجل شويه، ما ينفعش تعامله المعامله الناشفه دي خصوصا قدام زمايله. الراجل برضه ليه وضعه. وضعه؟ انت مش في الاخر عايز تروح تجيب تايسون؟ انا معاك يا سيدي، شوف ايه طلباتك وانا هوافق لك عليها، بس ده مش معناه انك تعمل لي فورتنا في الاسم. انا مش عايز مشاكل يا اخي. خلصت ام السندوتشات كلها دي كانت، وانا جعان يا معلم. عم تايسون صباحك فل يا عمنا. صباحك زي افاق. يا ليه كده بس يا كبير؟ لا لا، ولا افاق ده وحش. يلا افاق ده ولا افا بنت اسمها ايه اللي اتفرجنا عليها امبارح؟ شوف النار، باخد بالك بقى من الواد زنيه، هتلاقيه راكن لك هنا ولا هنا بالليل. بس لو كلمك يبقى تعالى لي. تلاش عليا يا كبير. لف وشك حبيبي. صباح الفل يا عمنا. صباح الفل يا مرعي. عندنا طقم شايب الراد على الملف كمان. وخد خد ايه، ما انت طفحت الاكل كله وتنغرف عليك وعلى امك. فرتكت الفراتيك يا بت، شقيه وتعبه العمرانيه. اتفضلي يا حبيبتي الدواء. بالشفا يا حبيبتي. تسلم ايديك يا بنتي. والله ماما بقت حاجه تقرف، واحنا ما بقتش عارفه تمشي خطوتين على بعض. معلش يا بنتي، بكره تتعدي وتبقي في عصمة راجل ويعرف يدافع عنك. راجل مين يا ماما اللي يعرف يقف قدام الصايع ده؟ وفي حد في الحته كلها بيعرف يفتح بقه معاه؟ والله مش عارفه الاقيها منه ولا من تامر ابن الحاج لطفي. حاجه تأثر العمر. ما انا قلت لك يا بنتي ده عينه منك. وبعدين دي الجوازه اللي هتريحك من الشقه اللي شفتيه من يوم ما اتولدتي. جوازه الندامه. اللي زي تامر دوت ما يتجوزنيش يا حبيبتي، ده ياخد مني اللي هو عاوزه ويرميني،
ويوم ما يفكر يتجوز يتجوز واحده زيه. عارفه يا ماما، والله يا ماما انا قررت اكره جسمي وشكلي من القرف اللي انا بشوفه ده. استغفر الله يا بنتي، عيب ما تقوليش كده، حد يكره نعمه ربنا؟ ده انت بسم الله ما شاء الله بدر منور. الهم والله يا حبيبتي. معلش يا بنتي اصبري. وبعدين قولي لي ايه اللي جابك بدر النهارده من الشغل؟ عشان فرح منا بالليل. يا حبيبتي عقبالك يا بنتي. ربنا يخليكي ليا. بصي يا حبيبتي، انا جبت لك الدواء اللي ناقص كله، وجبت لك حبه فاكهه وحطيتها لك في الثلاجه، وهقوم دلوقتي اجهز لك الغدا وبعد كده هلبس وانزل. لا لا مالكيش دعوه بيا، انا ممكن اكل اي حاجه. خشي انت نامي لك الساعتين دول، ريحي نفسك يا بنتي، انت ما بترتاحيش خالص. حبيبتي انا راحتي من راحتك. حبيبه قلبي يا بنتي. عارفين ده؟ انا على قد ما خبزني في المخفي ابوكي، وعلى قد العذاب اللي شفته معاه لغايه ما اتطلقت منه وغرفة هي، بس بحمد ربنا وبشكره، بشكره علشان رزقني بيكي منه. عارفة لو الدنيا كلها اتحطت في كفة مش هتوزي غلبتك عندي يا بنتي. ربنا يفرحك، ربنا يفرحك زي ما فرحتي قلبي ومليتي علي الدنيا. ربنا يخليكي ليا يا سيد الكل. والعمل ايه دلوقتي يا ابن عمي؟ دي رجاله كانت جاهزه على التنفيذ. معلش احنا نستنى شويه طالما تميم بيعني علينا كده. لا والله عملت فيها قطه يعني، امال فين؟ انا مش هسيبه ومش هسيب حقي والجو بتاع السينما اللي انت قعدت تعمله لنا ده عم سمير. ومين قال يا ابني ان احنا هنسيبه؟ احنا هنستنى شويه طالما الراجل حطه في دماغه، هنشوف هيعمل معاه ايه، وبعد كده نخش نعمل نمرتنا ونكمل عليه. انت يا ابني انت ده اضحك يا ابني، انت هنا في مستشفى مش في الحاره، ايه اللي جابك يا زفت انت بسيط؟ ايه اللي جايبك هنا؟ المعلم لقى انك بقالك 3 ايام مختفي فقال يشقر عليك. لا يا سيدي ولا تشقروا عليا ولا عايزك تهوب ناحيه هنا خالص. المعلم بيقول لك هتجيب الحاجه امتى ابراهيم؟ حاجه ايه؟ مفيش حاجه، انا ما عنديش حاجه. فاهم المعلم بتاعك ان ابراهيم ما عندوش حاجه ومش هديله حاجه، دي عهده، كل اللي بيننا شويه دين وان شاء الله ربنا يسهل وهسددهم. ونعم بالله، بس قدم انت النيه وهو هيديك الامكانيه. بس انت ما عندكش النيه يا ابراهيم. لا اله الا الله، ما عنديش يا عم، ما عنديش. ابراهيم يا عم حسام العيان اللي في العنايه ده، انت اللي عايز تخش عنايه يا عم حسان؟ خير ماله؟ العيان اللي في العنايه هايج من كتر التعب وكان هيتقلب من على الترولي. الدكتور فرمش من جوه وبيقول لك ادي له حقنه مورفين 10 في الوريد بس بالراحه. طيب يا عم حسان حاضر، هروح اجيب كيس الدم، تعال بسرعه. على مهلك يا عم حسان وانت على السلم. يلا 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 من هنا انت المعلم بتاعك. ما تزقش طه. يلا يلا دي مستشفى. يا ساتر يا رب على البلاوي، اللهم الله اعتراض على ابتلاءاتك يا رب. ابتلاء وترمى على اسمك. ادخل. صباح الفل يا معالي الباشا. تعالى يا زناتي. بلغوني سعادتك عايزنا يا باشا. وانا اقدر استغنى عنك؟ ربنا يبارك في عمر سعادتك. بقول لك ايه يا زناتي؟ امورنا يا باشا. كان عندي مشوار عايز اعمله كده بس من غير دوشه. تحت امرك يا باشا. يعني زياره صغيره كده لحاج لطف في بيته، بس مش عايز اروح بالبوكس عشان مش عايز قلق يعني في المنطقه. كنت عايز اجيب لي عربيه ميكروباص عاديه معاها سواق، هينفع؟ انا يا باشا هتمر حصل. طب حلو قوي، معلش بقى اعطلك هتيجي معايا، اصل انا ما رحتش المنطقه دي كتير فمش دايس فيها، وانت ادرى برضو يعني. ينفع تيجي معايا؟ تحت امرك يا باشا. حبيبي ماشي يا زناتي، ربنا يحفظك. اجهز بقى وانا جاي وراك. انا يا باشا تامرني بحاجه تانية يا باشا؟ شكرا. بعدين سعادتك يا باشا. متاكد يا ادم مسعد ان هو موجود جوه؟ عيب عليك يا محمود، انا مامن عليه قبل ما اجي لك. بعدين بقى عارف يا واد انت مصحينا من بدري على ملا وش. يا واد لو مش موجود جوه انا مش هاجي معاك تاني. ما صدقني هتلاقيني اهو. سليم باشا صباح الرضا والسعاده على عيونك يا باشا. انا حموده سيطره سعادتك، مش فاكرني؟ حموده سيطره مين؟ محمود عبد المنعم منشيه ناصر سعادتك. سيطره بتاع ايه؟ انت مين عايز ايه؟ قول لي. سعادتك من 5 سنين سعادتك وقفت معايا وجنبه وصدقتني، فاكر المشكله اللي ازيك يا محمود حبيبي؟ عامل ايه؟ طمنا عليك حبيبي. حبيبي ربنا يبارك لك يا باشا. ان شاء الله عندنا مشكله بس يا مؤاخذه يا باشا، مسعد يعني كان عنده بضاعه. بضاعه ايه؟ مخدرات؟ لا اعوذ بالله، مخدرات ايه؟ ربنا تاب علينا وبقينا ماشيين في السليم. طب سعادتك. سعادتك انا الحمد لله ربنا تاب عليا والفضل يرجع لسعادتك. الحمد لله ربنا رز
رزقني فاتح يعني ورشه ازاز. انجز يا محمود انا فاكر وده الكارت بتاعي اهو سعادتك. اي حد من طرفك او سعادتك انا خدامه. ايه المشكله عايز مساعد يعني لا مؤاخذه يعني فرش انت فرش ايه قطع على الارض شباشب بلاستيك وايه تاني ولعب اطفال سعادتك الحكومه كبست خدت منك البضاعه عايزين سعادتك بقى تقسط لنا عدى عليا بكره اخلص لك الليله دي ماشي بكره ان شاء الله حبيبي حبيبي يا باشا ربنا يبارك لك شفت ياض قال لي بكره حط ايده هنا عاش حبيبي حبيبي وابن حبيبي كمان بقول لك ياض عايز اي خدمه انا تحت امرك اطلع لك رخصه ايه بتعرف تسوق بكره ان شاء الله يلا بينا يا نهار اسود ومنيل يا نهار اسود ومنيل يا نهار اسود يا رسول الله يا عم حسان يا عم حسان يا عم حسان حلوه الاغنيه دي علي يا ابني مين اللي بيغني ده يا زنيتي والله ما اعرف سعادتك كلهم بقوا شبه بعض بس شكله كده ده الواد بتاع العون العون طب احنا قربنا المرض ولا لسه لا يا باشا قربنا خلاص تعالى كده الواد تايسون بقى ساكن قريب من هنا ها؟ اه سعادتك بس انت عارف عيل لابس زي ده ما بيقعدش يعني وسمعت من يومين كده ان عنده خالته في المنيا خدها ديك وصلت دي لابو اشرف وما تاخرش عشان تيجي تاخد بقيه الحاجه اللي معايا السلام هو اللي جاي ده شارع 6 مش كده؟ مظبوط سعادتك ما تأخرش يا ديك عشان عندنا حاجات كتير لا بس هذا معقول يا باشا استنى يا باشا دي حته لا باشا باشا انت تايسون يا لا ايوه انا تايسون تعالى روح امي اوعى عينك دي ايه هتقتلنا يا باشا يلا